التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة عن المؤلف. شرفت بأن أكون أول من قرأ له، ومنذ السطور الأولى نجح وبسلاسة في اختطافي من عالمي الواقعي إلى عالمه الذي خلقه ببساطة وعمق. أحمد أبو المجد في رأيي المتواضع يملك القدرة على التعبير بسهولة عن كل ما يدور بأذهاننا ومشاعرنا ونعجز عادة عن وصفه. طمني ماشي، مش أنت مفيش حد زيك بالنسبة لي. تفضل قدامي، تفضل. نعم آدم، أنت عارف يعني إيه نكسر الوديعة اللي حيلتنا واللي لسه بنسدد منها أقساط البيت ده، ونجيلك أنت المبلغ الكبير قوي ده عشان تشارك في المخارط، وإن واحد زي أسطو عدو يستأمني على أخته، فدي حاجة كبيرة قوي لازم تفهمه كده. أنت اللي عملت فيه كده مش أنا. أنا بالنسبة لي القسط الميكانيكي بتاعك ده أنا ما استعلهوش، لكن عندك معايا وإصرارك على نسب السلاكيه دخل، هو الولد الكفر يا آدم. من حق أحلم، من حق أعمل المشروع اللي أنا نفسي أعمله، من حق اجوز بنت اللي بحبها، حتى لو كان اخويا يا ستي رقاصه مش ميكانيكي. انا هجيب لك من الاخر، انا محتاج كل جنيه معايا دلوقتي لاني عايز ادخل المشروع الكبير ده. انا ضيعت وقت كتير قوي في كلامك العبيط ده، انا مش موافقه ومش هوافق. كلكم غلطتوا، وانا همشي دلوقتي عشان انا مش عايز اغلط في حد. جاي ليه؟ حبيبك كويس صح؟ حبيبه ماتت، خلي عندك دم وما شافش وشك تاني. امشي بقى يا اخي امشي. مفيش حاجة باظت، هاتين اهو مبسوطين وحلوين، وانت فكيت العقدة بتاعتك. آدم، أنا عمري ما هكون زيكم، فاهمين؟ أنا لو هموت مش هكون زيكم. خلاص يا تاني، اطلع فوق نفسك من انت في ده. وانت هتفوق امتى؟ هتختار امتى؟ هتعيش امتى؟ هتعرف انت مين امتى؟ you
الخير. اتفضل. اتفضل. خير؟ تحليل الدي ان ايه اثبت ان الجثه مش جثه ادم. طب الحمد لله. كنت عارف. على الرغم ان الجثه كانت مشوهه ومالهاش ملامح، بس كان قلبي حاسس انه مش ادم. انا مقدر صعوبه الموقف. لا يا فندم. محدش يقدر يقدر صوت الموقف اللي احنا فيه. الوقت كل ما بيمر كل امل فينا ما بيموت. فاهمك يا استاذ احمد، بس انا عايزك تبقى واثق ان احنا عملنا كل اللي نقدر عليه. انت عارف طبيعه ميه النيل، احيانا بتصعب علينا المساله. في جثث مش بتطفى على الميه، ودي بيبقى اكيد صعب نلاقيها. طالما ما لقيناهاش كل الفتره ديت، انا اسف ان اقول لك الأمل بقى ضعيف. مش عارف أشكرك إزاي يا سعد على وقفتك جنبنا دي. ما تقولش كده يا أحمد عيد. الكلام ده معناه إنك مش معتبرنا أخوك زي ما أنا معتبرك أخويا. أكتر والله يا سعد. بدايقنا ما بكلمش حد غيرك أنت عشان يجي معايا المشوار ده. على فكرة محدش عندنا في البيت خالص يعرف إن في جثة جديدة ظهرت وإن في تحليل دي الموضوع ده بقى مربوط جدا بالنسبه لنا. ما تقولش الفيفي يعني. ما تقلقش. الفيفي ما بتردش عليا اصلا. وانت كمان ما تقولهاش ها؟ يعني عشان ما تفتكرش ان انا بشتكي لك ولا حاجه. وانا ما بشتكيش فعلا. ولا بشتكي باين ولا خلاص فكك بقى من اكل الرجيم ده. من هنا ورايح اكل معاكم سبك عادي. ماشي. فين الفول؟ دقيقة واحدة. بسرعة. حاضر. لابسة اسود ليه؟ مش قصدي والله، انا لبسته عادي. مفيش حد يلبس اسود. حاضر. طب اقعد اكل واغير قبل ما امشي ولا اطلع دلوقتي اغير؟ لا 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 ليه؟ استنيه. كده زي الفل. يلا عشان نفطر. ده بالزبدة؟ لا يا حبيبي. اعمل واحد تاني بالزبدة بسرعة يا بسيمة. أدم كان بيحبه بالزبدة. يعني نفتح باب دلوقتي يخش علينا ونلاقي فطار مش موجود، هيعمل فينا إيه؟ هيفضحنا لو أنتوا عارفين إنه مفجوع. لما يرجع من مشواره احنا امتى عارفين هو بيروح امتى بيروح فين ولا بيجي منين ولا بينزل امتى ولا بيرجع امتى. يعني تعالى نستناه كده كده هيرجع. لما يرجع يلاقي كل حاجه زي ما هي. صح؟ صح. وما دام ادم هيرجع باذن ربنا يبقى لزومه ايه العكننه؟ طب ده حتى ما كانش يكره حاجه في حياته قد العكننه. I don't know.
عملت لك ساندوتش معايا. مش عايزه؟ ميرسي يا حبيبي. انا لازم اكل بسرعه عشان ما اتاخرش على الراجل اللي دايما بتاخر عليه ده. وانا كمان هخلص وهطلع المكتب على طول. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ما تكلمي نديم تحاولي تقابليه النهارده تتغدي معاه او حاجه او اقنعيه يكلم مدير البنك عشان يخلص موضوع القرض ده بسرعه. او حتى يسلفني هو الفلوس لحد ما استلم القرض. حاضر. بس كده مش هكلمه بقى، هطب عليه على طول. يبقى احسن برضو عشان اقعدش يفلفص منك زي ما بيعمل معايا. تقلقش، اطلع انت على الميعاد بتاعك وسيب نديم عليا. طيب مش عايزه حاجه؟ لا يلا. وش ميلك؟ وش ميلك. انا كمان. قلبي معاك يا فنان. متشكره يا دكتور. أنا كنت بطمن دكتور سعد عليك. مع الأسف مفيش حاجة تطمن. لا يا دكتورة، بإذن الله تطمنه ويطلع خير يا رب. صباح الخير. أهلا دكتور سعد. ازيك يا دكتور؟ وإن شاء الله نبارك لكم قريب. إن شاء الله. على إذنكم. اتفضل. إيه، خلصت كل السكاشن اللي عندك؟ آه خلصت. طب تحبي؟ أحب أروح عشان ماما وبسيمة لوحدهم. طب ينفع أعرف بالصدفة إنك نزلت الكلية النهاردة؟ لازم اعرفك لما اجي شغلي. ما هو لما يكون بقى لي فتره مش عارفه اطمن عليكي. النهارده اول يوم تنزلي من البيت بعد الفتره دي. مش عايزه حتى تعرفيني. انا مش عايزه اتكلم مع حد، مش قادره. حتى انا فيه بالذات انت. اعمل ايه عشان ارضيك يا آية؟ هو انت يعني لما تنزل تلففني تحت البيت شويه تبقى خلاص رضيتني؟ فسحت كلبك؟ فسحت كلبك ايه؟ ايه الكلام ده يا آية؟ ده كان ممكن يبسطني زمان وقت ما هو ده اللي انا كنت عايزاه وانت كنت بتخاف. دلوقتي خلاص انا كبرت، بس انت اللي مش واخد بالك. لا انت ما كبرتيش، انت اتغيرتي. اتغيرت فجأة؟ اتجننت؟ لا، أكيد تأثير موضوع آدم يعني. لا، موضوع آدم خلاص خد وقته وخلص خلاص. وقت لما أنا كنت ببقى خايفة وعايزاك وأنت ما كنتش موجود. لا، أنا كنت ببقى موجود. لما كان ينفع أبقى موجود كنت ببقى موجود. بس ما ينفعش أسيب زيزي في عملياتها وقت طويل وأجي. لكن أنا كنت بقدر أخلق 100 حجة لنادر وأجيلك. ولو كان حصل ايه كنت هبقى معاك انت. لو كنت محتاجني قد ما انا كنت محتاجاك في الوقت ده كنت هبقى موجوده معاك انت. مش هتغفري لي بقى يا ايه؟ غفرت بس ما نسيتيش. انا ما بنسيش. اعمل ايه؟ انت بطلت تحبيني؟
هتبطل تحس. متقوليش على نفسك كده يا حبيبتي. أكذب يعني؟ متكذبيش. أحمد اللي صمم إن أنا آجي النهاردة. حلف ما يروحش شغله قبل ما يوصلني الأول. برافو عليك. السبب التاني اللي خلاني جيت ان انا تعبت في البيت، خايفه وانا صاحيه، وخايفه انام من الكوابيس. انت عارفه لو جرالك حاجه ممكن يحصل لنا ايه؟ ما تنسيش ان في ناس بتحبك ومحتاجاها لك، شد حيلك عشانها. احمد كلمني أنا وافقت أحمد إن أنا أجي النهاردة، خفت أزعله يمشي هو كمان. أنا كده بقيت واقفة عليك بخسارة. شو الحكي الهبل هذا اللي عم تحكيه أنت؟ مسكي. أنا عمره ما حد عمل لي كل اللي أنت بتعمله لي ده. بس أنا ما عملت شيء. وافقت إنك تشارك يوسف عشان تبقى قريب مني. خرجتني من زعلي ووجعي على آدم. فضيت نفسك الشهرين الثلاثة اللي فاتوا دول علشان تبقى واقف جنبي، وكل ده من غير ما تطلب أي حاجة في المقابل. هو للدرجة دي في حاجة اسمها حب؟ أنا نفسي ما كنت قادر أصدق إن ممكن يصير ده شيء معي. ما كنت قادر أصدق إنه هيك حب بهالطريقة. وأنا قلت لك ده شيء من قبل. أنا كان عندي قناعة كتير كبيرة. الحب هو اختراع انساني حتى الواحد يرضي رغباته. بس هيك فجأة لقيت حالي مش قادر اعيش هيدي الدنيا من دونك. احساسي وانت معي هو احلى احساس بالدنيا كلها. صدقيني صدقيني انجي. وانا كمان ما بقيتش اعرف احس بالامان غير لما افتكر ان انت في حياتي. طب انت مستنيه اهي؟ مستنية أتأكد إن ده اسم حب. لم أقصد أبداً أن أطلق شهيرة أو أحيرها باختفائي من حياتها، وأعترف أني في شدة شوقي واحتياجي إليها، ولكن شدة حيرتي تهزم أي شدة أخرى بضربة قارية قد تفضي إلى الموت أو إلى حياة أفضل. انجي وآية لما كانوا بيبقوا متضايقين ويقعدوا في حضنك بلاقيهم بقوا مبسوطين. الظاهر يا ماما ان حضنك حلو قوي. بسمع كده يعني، مجربتش. ده دفى
مفتوح 24 ساعة وطول العمر بساعكم كلكم. صحيت لقيت نفسي في السرير معرفوش، في بيت عمري ما روحته قبل كده، باب الحمام مقفول وفي حد بياخد دش جوه، وانا ما عنديش اي فكره انا وصلت هناك ازاي ولا مين اللي جوه الحمام. كل اللي اعرفه ان انا امبارح قررت ان انا اخرج، يعني بقى اتوه في وسط الزحمه والدوشه، مش فاكره اي حد ولا اي حاجه، مش فاكره غير ان انا شربت كتير جدا جدا جدا. عارفه ان انا مش المفروض اقول لك الكلام ده، بس انا مش عاوزه اتكلم مع حد غيرك، لان انت هو وحياه امك يا ادم لو طلع عليك كل الوجع اللي انا حاسه بيه دلوقتي. اصل هو هيرجع، اهله دول متخلفين عقليا، الفاكرين ان هو عامل في نفسه حاجه، كدب هيم. مين ده اللي ينتحر؟ انت عارفاه وعارفه انه بايخ وزاره بايخ زيه. حبيبة بقيت عليه كتير، أنا يا هبقى هنا يا في الجاليري، مش عارفة أشوف حد ولا أتكلم مع حد غيرك. يلعن أبو أهلك يا أدم الكلب. إحنا مش هنخلص من لعب العيال ده بقى ولا إيه؟ ما هو جاي لحضرتك النهارده عشان نخلص من لعب العيال ومن العيال نفسهم. أنا مقدر الظروف الصعبة والضغط اللي أنت بتمر بيه، وعايزك تبقى واثق إن أنا كمان بحاول أوصل لحاجة تطمنها. فلو محتاج إجازة لحد ما تطمن على آدم. أنا مقدم حضرتك استقالة مش إجازة، وأنا أكيد عارف الفرق بينهم يعني. واستقالتي مالهاش أي علاقة بآدم. كون في علمك، أنا لو قابلت استقالتك المرة دي والله لو وقفت على دماغك ما هرجعك. اتفقنا. بكون في علم حضرتك. أنا لو مشيت المرة دي والله حضرتك لو وقفت على دماغك أنا مش هرجع. تجرى لك حاجة في مخك؟ اه عقلت. انا قصدك يا خالد. تعرف ولا انا كمان كنت عارفه. سامي ضغطه وسكره عاليين جدا، وجبت له الدكتور احمد اتجنن خالص يا اقبال، مع كل اللي بيعمله عشانكوا ده يقل ادبه بالمنظر ده. طب سامي ما كلمنيش ليه؟ سامي حلف ان بعد اللي حصل ده هو ملوش دعوه بيكوا خالص، ويورينا بقى احمد بيه هتتصرفوا من غير سامي ازاي. طب وانت ليه كسرتي حلفانه وجيتي تحكي لنا؟ هو انت مش دايما بتقولي علينا ان ما بيجيلكوش من ورانا غير وجع القلب والخساره؟ افندم ملوش لزوم الكلام ده يا فيفي. إقبال، أحمد لازم يروح يعتذر لسامي على قلة الأدب اللي هو عملها دي، بس ده مش معناه إن هو هيرجع الشغل تاني. لأ، بس لازم كمان تعرفي ولادك إن كبير العيلة له احترام. إحنا كبير عيلتنا مات، بابا الله يرحمه. عجبك الكلام ده يا إقبال؟ يعني أنت راضية على تربية ولادك؟ أيوة راضية على تربية ولادي. أنا ولادي كبروا وأحمد راجلنا دلوقتي، مش هقول لولادي يعملوا ايه وما يعملوش ايه، كفايه اللي حصل. انتي كمان هتعملي زيهم ولا ايه يا اقبال؟ انتي برضو مقتنعه ان سامي له دخل في اللي حصل لادم؟ من فضلك الموضوع ده بالذات ما تفتحيهوش، ولو انتوا للدرجات دي مش قادرين تحسوا باللي احنا فيه وكل اللي فارق معاكم كرامه خالي البيه، سيبونا في حالنا بقى. انا عذراكي على الكلام اللي انتي بتقوليه ده، لانك مسكينه، لان اللي حصل يوم كاتب الكتاب منع المستحيل انه يحصل، مين عارف هيحصل تاني ولا لا. مش جاية تحرقي دمنا اكتر ما هو محروق؟ هو انت يوم ما تتكرمي علينا بالزياره بعد اللي حصل جاية تقولي الكلام ده؟ وفري على نفسك مجهود الزياره. ماشي يا اقبال، بس انا اوعدك ان من النهارده سامي هيعتبر ان العيله كلها ماتت
مش ادم بس. ان شاء الله انت واللي يشدد لك. اتفضلي بره. مش ينفع نتكلم قبل كده. لولا حوار ادم اللي عرفته بالصدفه ما كنتش هظهر دلوقتي خالص. كان لازم اتاكد ان التعويره خلاص خفت خالص. هي ما كانتش خفت كل ده؟ كنت محتاج وقت شويه عشان ارجع احس ان انت ايه صاحبتي مش اللي كنت بحبها. الموضوع ده ما كانش ينفع يحصل خالص وانت اراوند. على فكره موضوع جوازك ده خفف عليا شويه، بس لو في كل مره بتختاري تبقي مع حد فيها ما بتختارينيش انا، ده كان لازم افهم يعني اللي كان منعنا نبقى مع بعض ما كانش هشام بس، كان انا كمان. واضح انك مش عارفه تعتبريني غير اخ وصديق. ممكن عشان انت غالي عندي بس شويه، فانا مش عايزه اقرفك واطلع عينك واطلع عليك جناني. اذا كانوا احنا اصحاب وانت طالع عينك اصلا، ما لو كنا مع بعض كان حصل فيك ايه؟ طب وجوزك؟ مطلع عينه برضه؟ لا، انت ازاي ما شفتوش لحد دلوقتي اصلا؟ كنت مسافر اصلا. اوكي. المهم تكوني بتحبيه. جدا. احكي لي عنك بقى شويه. انا كويس، الشغل هناك كويس. والجو هناك حلو قوي. جبال كده وبحر وانت مش فاهمه. وجالنا اوفر كده نعمل سنجل ونصوره ما بين هنا وهناك. مش ناوي ترجع؟ مش دلوقتي، بس الموضوع ما بقاش في ايدي لوحدي. اشرح. اسمها هيلدا، اكيد مش مصريه، وعندها دايفنج سنتر هي واخوها هناك. بس بتحبها؟ بتبسط وانا معاها، ما بتزهقنيش خالص، بتوحشني بسرعه. بس ده احلى خبر سمعته من كتير. مش الدرجات يعني، ما تكبريش الموضوع. طب ما نخرج بقى دبل ديت، اخرجك مع نادر وتخرجني معاه. ماشي. متحمسه. انا كمان. مساء الخير. مساء النور. من فضلك كنت عاوز اعرف سعر الموبايل ده. حضرتك ده عامل 1400 جنيه. طب تمام، انا عايزاه وعايزه معاه خط. طب استاذن بس حضرتك في البطاقه؟ لا انا معيش بطاقه، وبعدين هو اصلا مش ليا ده لوالدتي. يبقى كده لازم هي اللي تيجي بنفسها. المشكله ان هي تعبانه وما بتنزلش، وانا مسافره بالليل وكنت لازم اجيب لها الموبايل ده قبل ما اسافر. مش هينفع والله، يعني لازم البطاقه. طب خلاص متشكره. طب الموبايل حضرتك؟ لا ما انا كنت عاوزه الموبايل عشان احط فيه الخط. معلش هشوف عند حد تاني. شكرا. طب ثانية واحدة بس. طيب خلاص. ما ينفعش يا بيلا، سامي بيه بيتشطر عليا شوية، ثم إن السوق أنتوا عارفين إن حالته وحشة علينا كلنا، فبليز بطلب إن أنتوا تقللوا النسبة بتاعت أول دفعة. مدام لبنى، الاتفاقات المادية معايا أنا، مش مع بيلا. أنت مش موافق يا سامي؟ معلش يا سامي، خليها علينا المرة دي شوية. اطلعي نادي امك بقى، انا مش هسخن تاني. انا لسه نازله. يوه. الو. هاي احمد، انا رشا الوكيل، فاكرني؟ لا ازيك رشا؟ انا اسفه بس كنت عاوزه اسالك، هو مفيش اي اخبار جديده؟ للاسف لا. طب احمد انا كنت حابه اقابلك، ممكن؟ طبعا ممكن. امتى؟ اي وقت يناسبك. سيف ماي نمبر وابقى كلمني عشان نظبطها. اوكي اوكي باي. خالكو كان بيكلمني دلوقتي. هو مش كان بيقول انه هيحل عن سمانه؟ خالكو مطلق مراته. يا الف نهار ابيض. Thank you.
وجعي قليل إحساس بياخدنا بعيد وياه العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر وطريق ماشيين واسمه حياة ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني وتمشيه مهما بيكون صعب ساعات بتلاقي في سعادتك ساعات ياخدك لجرح وغل وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك ومن دمك لكن بقى في لحظة ده بيكره وده بايع بالفطرة وما